خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم لقصة لتمثال لبابا شنودة اللي انتشرت بشكل كبير جدا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكان في إشادة كبيرة جدا من المتابعين بسبب دقة هذا التمثال، الدقة الكبيرة في نحت التمثال وإظهار التفاصيل بصورة فنية حلوة جدا. صاحب هذا التمثال هو الفنان ميشيل حنا اللي قدر أنه يطور موهبته في النحت بشكل مميز جدا. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم نكمل الحكاية. عشق فن الرسم منذ صغره، وكانت حصة التربية الفنية من الحصص المحببة لقلبه التي كان ينتظرها بشغف وحب ليتعلم كل ما هو جديد يساعده على تنمية موهبته، حتى أصبح الآن ميشيل حنا زكريا الحاصل على مؤهل متوسط ويبلغ من العمر 28 عاماً حديث الكثيرين بعد أن أبدع في تنفيذ تمثال للبابا شنودة. ورغم أنه لم يلتحق بكلية الفنون الجميلة، إلا أن العزيمة والموهبة كانت الدافع للتعلم والتفوق في النحت والمداومة على تطوير نفسه، كما عرض تفاصيل الملامح البشرية وعبر عن حالاتها النفسية لينحت العديد من التماثيل المميزة التي لاقت استحسان الجميع. تكونت الموهبة بشكل أكبر عند ميشيل في المرحلة الإعدادية، حيث كان يجيد الرسم بالزيت وعمل اللوحات، لكن عندما تعرف على مجموعة من النحاتين في بلده ملاوي بقرية البرشة ورأى الأعمال النحتية، أصبح لديه حافز أن يتعلم النحت. من بعدها توجه إلى القاهرة وخاصة منطقة مصر القديمة للتعمق في فن النحت ومعرفة أدق تفاصيله، كما اختلط مع نحاتين جعلوه أكثر حباً لهذه الموهبة. ركز ميشيل على أعمال النحت الديني بصفة خاصة لأنه متأثر بأعمال مايكل أنجلو، وكانت أعماله دينية مثل تمثال السيدة العذراء، وتمثال آخر كفن للمسيح، وتماثيل للملائكة، وتمثال للأربع بشائر. ثم أبدع في تجسيد البابا شنودة في تمثال صنعه بكامل تفاصيله، واستغرق فيه 14 يوم عمل حتى ظهر بشكل فريد. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من نحات ميشيل حنا اللي موجود معانا دلوقتي عبر التليفون. ميشيل صباح الخير عليك، وبنهنيك يعني على كل الدعم اللي شايفينه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما شافوا صورة التمثال، تمثال بابا شنودة تحديدا. صباح الخير يا فندم، متشكر جدا لذوقكم وتفاعلكم القيم اللي بيدعمني لقدام، حتى ده شيء مهم جدا في حياتنا. يعني الحقيقه انه بالعكس احنا اللي مهم، ودورنا ان احنا نسلط الضوء على المواهب اللي زيك يا ميشيل. طب قولي بقى في البدايه كده، يعني اشمعنى فكره تمثال البابا شنوده الثالث، طبعا بابا الاسكندريه وبترارك الخرازة المرقصيه السابق، اشمعنى الفكره دي تحديدا؟ هو كان شخصية مؤثرة بالنسبة لي يعني في المجال الديني، وغير كده هو في ذكرى مئوية لي في شهر 8 لولادته، فكان وقته مهم ان هو يتعمل له تمثال دلوقتي. حبيت ان انت تعبر عن تقديرك ليه بالطريقة دي. طيب قولي يا ميشيل، يعني انت ما درستش، واحنا شايفين حسب ما احنا شايفين الصور حتى في دقة كبيرة جدا ان كان في الرسم او حتى في النحت، ازاي قدرت توصل للدرجة دي من الإتقان؟ هو أهم حاجة إن الإنسان يحط في ذهنه إن مفيش عائق قصاده، يعني مفيش حاجة ممكن تخليه ما يقدرش يوصل للنجاح أو اللي هو عايزه. يعني مش مهم إن أنت ما دخلتش كلية، مش مهم إن أنت عندك عائق كتير، لا، أنت تحدى ده واثبت وجودك في المجتمع، خليك عامل مؤثر يعني فيه. طبعا حاولت اعرف معلومات كثيره من فنانين هنا وفنانين حتى خارج مصر يعني. طيب ميشيل اتفضل. ده كان شيء مهم جدا ان انا لازم اتحدى الظروف اللي حواليا، ما اقفش لحد النقطه دي. واحنا الحقيقه بنحييك على الروح دي. طيب ميشيل قول لي، التمثال ده تحديدا خد منك وقت قد ايه؟ في حد ساعدك فيه باي شكل من الاشكال، ولا يعني احكي لنا كده من يوم ما قررت ان انت هتنفذ التمثال ده، تمثال بابا شنوده، لحد النهارده او لحد ردود الافعال الكبيره قوي اللي شفناها؟ هو التمثال خد وقت 14 يوم.
محدش ساعدني فيه طبعا. هو انا بعمل اعمال كتير نحتيه ما حدش بيدخل فيها، يعني كان التمثال مش حاجه صعبه للدرجه، لانه انا متعود على شغل النحت يعني. طبعا كان شيء مهم للعمل يعني، كنت حاجه حابب اعملها من زمان يعني. زائد شخصيات كتيره يعني مهم عملها يعني في هذا الوطن يعني. يعني طبعا يعني اعتقد ان انت شفت ردود الافعال على مواقع التواصل عامله ازاي. الناس بتتبسط لما بتشوف موهبه حقيقيه، وبنتبسط لما بنشوف فن حقيقي بيطلع من شباب مصريين. انا بشكرك جزيل الشكر نحات ميشيل حنا صاحب تمثال بابا شنودة الثالث.